مغترب السعودية قال لك جا نازل مفلس فلسة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية 5 سنة. قال لك جا نازل إلا بسمحت الوصف، إلا كنا في الغصيم وكنا في ينبع. أبوه قال له ينبع خليها والغصيم خليها، جبت لنا معاك شنو؟ قال له والله يا أبوي معاك، أنا ليش ما قدرت أجيب لكم هدايا عشان القروش اللي عندي كله اشتريت بها عربية. يا زول عربية دي أبوك قال أبوه بطلتها مرات قرب يزغرط، قالوا له عربية. قال لي يا أخ لكن أبويا العربية فيها مشاكل بسيطة، يا ريت تساعدني نشتريها. قال له أبشر عربية دار شنو؟ قال له دار جيربوكسي وخطرات ودبرياش وأربع لساتك ومراجعات كهرباء. قال له والله يا ولدي حاجاتك اللي قلتهم دي أنا كركبتهم في سريري ده بيدور.